الأسماء الكتيرة اللي تسمت فيها هالمحافظة: أوغريت، شمرة، لوديسا، راميتا، مزبدة، ولاليش، حتى انحرفت لصارت اللادقية. كاميرا أوغريت جالت بشوارعها لنعرف أكثر شو سبب تسمية هالمحافظة. ايه هلا انا بعرف انه في جاي هو الاسم من لازوكيا، فانه حدا قديم كانت زوجته او هو حاكم او شيء كانت زوجته اسمها لازوكيا. ما عندي فكره. لا بس اسم فينيقي. هلا اللاذقية هو بعتقد اسم فينيقي من قبل الفينيقيين. لا اسم ملكه كانت هون. لا والله ما بعرف. لا والله على اسم زوجة حاكم لازوكيا. سميت لازوقية نسبة لزوجة الإمبراطور الروماني لوديسا، فلها السبب. بالقرن الرابع الإمبراطور سلوقوس وبعد إعادة بناء اللاذقية حب يكرم أمه بهالاسم لوديسا، ومع مرور الزمن سميت اللاذقية عروس الساحل.